أستاذ دليل صقلي رئيس الجامعة الملكية المغربية للصنب والطاجيكسي، مرحبا بك في موقع الميادين .com. سي دليل صقلي، تشرفت بالجامعة ديالكم، شرفت الجامعة الدولية بتنظيم كأس العالم لرياضة الصامبو. تكلمنا عن الاستعدادات اللي تتسبق هذا التدخل. هذه تقريبا 3 سنين باش المغرب ترشح لاحتضان كأس العالم 2013، وكذلك بطولة العالم 2015. وتقريبا هذه 6 شهور حنا تنهيئوا الموضوع، والحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. مسائل ما يخص التقنيات والمعلومات، وما يخص التهيئة ديال الجيز والقاعة كل شيء كاين اللجان كل لجنة مختلفة على المسائل ديالها. وكنظن كيف جاء اختيار ديالكم انتم في جامعة الطاجيكسي والصنبو احتضان هاد التظاهرة؟ شنو هي الأسباب؟ المغرب كيخدم واحد السمعة طيبة في جميع الرياضات، والناس أول كيبغيو المغرب، والمغرب هو الأدب ديال الفتاة. الصومبو من المغرب وفشت الخير، وكان نخشى عشان نقول اللي حد الخير، والجمعة الدولية كتعطي واحد الأهمية كثيرة للمغرب، وعندنا واحد السمعة وشكون الصعيد الدولي مهم بزاف، بحيث إلا فتحنا شي حاجة كيف في الثقة كيعطيونا صراحة باش ننظموا بطولة العالم في حصة كبير على الصعيد الدولي، بحيث كانوا معارضين في السكة الأولى وحتى هذا كان ديال المشاركين. وزاد هو الموقع ديالنا في الصعيد الدولي. الدليل شنو هما الدول اللي غيشاركوا في هذا كأس العالم في الصندوق؟ هما غيشاركوا كاين افريقيا، كاين الكامرون والنيجر والجزائر وتونس والشيسال والمغرب اللي هما يشاركوا، كاين في اسيا كاين طاجيكستان وكاين كوريا وكاين اليابان، في اوروبا كاين دوغايا وكاين بيلاروسيا ويكون ويمكن تكون فرنسا. فيما يخص أمريكا تكون فنزويلا. أنا أمريكا حديثة لعهد بدء الرياضة. سي دليل، شنو هي الدول اللي مرشحة بقوة للظفر بهذا الكأس؟ أنا نسيت كاين روسيا فيها بزاف، روسيا جاية بقوة، روسيا جاية تقريبا واحد 30 لاعب. غادي كاس العالم. برافو، بعد هذه رياضة شعبية. شعبية كبيرة، وعندها واحد القيمة كبيرة في روسيا وفي الدول المعسكر الشرقي، وكذلك الدول آسيا. تنعرف بين الرياضات ديال كبار الضباط والرؤساء. وخير دليل ان الاستقبال كان قبل بوتين في المقر ديال بوتين، وفي بطولة العالم ديال سان بيترسبورغ راه جا بوتين حنا معنا. كاين واحد الصورة هنا، كاين واحد الصورة هنا تتمثل رئيس الجامعة دليل الصقلي ورئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا رئيس الجامعة الدولية. نعم، رئيس الجامعة الدولية. الجامعة الأوروبية الأوروبية هذا. نعم، هنا السيد دليل الصقلي. السيد دليل الصقلي، المنتخب المغربي كيفاش تمر هذه الاستعدادات باش يدخل في هذا حسين مرة وغادي يكون
اعتذر للاخير اخوي ان شاء الله في اخر توجيهات المباراه. كنعرفوا بان قبل من اي تظاهرات تكون هناك اجتماعات وشد نعم واش نديروا شي اجتماع نعم تمام اجتماع تقني اجتماع خدامي اجتماعات اللي جا خدام نعم اللي جا الاداريه والتنميه والتنظيميه واللي جا يكون خدام يكون خدامي وغادي يكون عندنا ان شاء الله اجتماع ان شاء الله هذا الاسبوع غادي يكون وضع النقط على الحروف نعم ويكونوا مسائل نهائية نعم نهائية فيما يخص الفيلات وبالنسبة للعبة راه غادي يجمعوا ان شاء الله يدخلوا مع الكار نهار مع المدربين وغادي يعطيهم اخر توجيهات ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. بالنسبه للتنظيم وكلتوا هذه المساله ديال التنظيم حنا تنعرفوا بان بطوله كبيره وتيحضروها الناس شخصيات كبار كيفاش غديروا هذه المساله ديال التنظيم لان الناس كاينين شخصيات كبار. التنظيم حكيم الناس ديال الجامعه ديالنا والناس ديالنا شركه اف سوريا اللي غتكلف الاستقبال والسلطان الشخصيات اللي غتحضر شي شخصيات بارجة غتحضر هاد كأس العالم ايوا غادي يجيو جوج ديال الأعضاء ديال الجامعة الدولية غادي يكونوا حاضرين هنايا السفراء ديال الدول نعم مشاركة كنتمنى لكم في العام الجاي من الاول انا رئيس جناح الانديه من ورؤساء الجامعات اللي قراب الرياضة ديالكم بحال جيدو بحال نعم كلهم سكتين جيدو كنتمنى نحضر معنا نصيب ديال المنتخب الوطني نصيب المنتخب الوطني في هذا الكون كاين شي تتويج دابا تعرف على ميدالية ديالك عارف بان المنتخب الروسي حاضر بقوة ونعم كيدير فيها كيدير فيها الا جبتيها ميدالية نحاسي معاهم راك بحال الناس كيتكلموا مليار نعم ميزانية صحيحة باش مليار باش تكون ومعسكر العام كله والبرنامج ديال 4 سنين 5 سنين 12 عام 16 عام اللي عنده دابا 12 عام من هنا 2 سنين غادي يكون فريق وطني غادي يكون بطل العالم كل سنة حنا وصلنا لهذا المستوى طيب انتم غادي في الطريق الصعيد اللي فتح هذوي الحمد لله ونشدوا شي هذا الصعيد العربي هذوي الصعيد العربي هذوي والصعيد الاوروبي كنلقاو مع اوروبا اوروبا الشرقية شوية نعم ودوك الدول ديال اسيا بحال اوزباكستان ودوك شو راه دوك بطبيعة الحال كيبقى حتى المستوى بيننا بين امريكا مستوى كبير نعم مستوى مزيان نعم المتمنيات ديالك في ذلك الشكل ونتمنى الناس يحضروا معنا في الجمهور يحضروا معنا يشجعنا ويشجع الفريق الوطني والناس اللي كيتصلوا بدعوة تما يمكن يجيو معنا والجمهور يمكن يملا الجنبات ديال الجنبات ديال القاع المغطاة وملي كيكون الجمهور وكيجيو تكون واحد كنصحوا تكون واحد بالفعل كبيرة لأن حنا كنمشتغلين مسؤولين ولا حتى اللعابة اللي كيشوف كيشوف الجمهور تيكون واحد الحال الجمهور كيشوف المنصة معمرة وكيشجعوه كيعاود يدير الحماس ويقدر يكون أحسن من داك الشيء اللي كان غادي يعطيه. سي دليل الصقلي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسامبو والطايجيكسي نتمنى لكم أنكم توفقوا في هذا كأس العالم كنت مع الميادين بوكم شكرا لك. شكرا.
شكرا سبحانه وتعالى.